أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نحن من بلد إسلامي تحارب فيه السنة الظاهرة كإعفاء اللحية ولبس الحجاب للمرأة وغير ذلك، والملتزم بالسنة يتعرض لمساءلات دائمة. يقول: هل تجوز الهجرة من هذا البلد إلى بلد إسلامي آخر؟ هم تجوز، تجب الهجرة إذا لم يقدر على إظهار دينه، تجب عليه الهجرة، إذا تمكن من الهجرة تجب عليه وجوبا. نعم.